السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس البرمجية الخاصة بلغة سي شارب. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية عمل أبديت للبيانات في قاعدة البيانات، يعني من خلال البرنامج نقوم بتحديث البيانات، وذلك عبر النافذة التالية. نقوم بكتابة رقم الكتاب هنا، ثم نضغط على شاو فتظهر بيانات هذا الكتاب الذي يحمل هذا الرقم. يظهر عنوان الكتاب، مؤلف الكتاب، عدد صفحات الكتاب، وتاريخ نشر الكتاب. يقوم المستخدم بتغيير ما يشاء من القيم، ثم يضغط على Update فيتم تعديل البيانات وحفظ البيانات الجديدة مكان البيانات القديمة للكتاب الذي يحمل هذا الرقم. بداية دعونا نتعرف على أمر الأبديت الذي يقوم بتحديث البيانات بلغة SQL. ندخل إلى SQL Server، نقوم بإنشاء New Query. من هنا نقوم بتحديث قاعدة البيانات Library Database. الأمر إخواني هو Update، ثم اسم الجدول عندنا هو Books Table، ثم نكتب Set، وراء Set نكتب الحقول، مثلا الحقل Title يساوي كذا وكذا، الحقل Author يساوي أيضا كذا وكذا إلى آخره، دائما فاصلة ثم الحقل. إذا قمنا بعملية التحديث بهذا الشكل سيتم تحديث بيانات كل العناصر سيتم تحديث بياناتها. لماذا؟ لأننا لم نحدد شرطا لعملية التحديث. أعطيكم مثالا، سنقوم مثلا هنا، لاحظوا عندي كل كتاب له رقم صفحات مختلف، 867 456 342. سأقوم بإجراء أمر تحديث يقوم بتحديث كل البيانات دفعة واحدة، وذلك كما يلي: Update Books Table Set، نكتب اسم الحقل وهو Pages Number يساوي 100 مثلا، من دون مزدوجتين لأن قيمة هذا الحقل رقمية. لو نفذت هذا الأمر الآن، كل عناصر جدول Books Table سيصير لها في الحقل Page Number 100. Execute، نذهب إلى الجدول ونعمل Execute لمشاهدة آخر النتائج. لاحظوا 100 100 100، هذا هو الأمر. فإذا أردنا أن نقوم بتحديث سطر معين دون باقي الأسطر سنحتاج إلى شرط. واضح إخواني؟ نرجع هنا القيم، قيم مختلفة مثلا. إذا أردنا أن نقوم بتحديث سطر دون باقي الأسطر سنحتاج إلى شرط كما يلي: عبر الكلمة where، update اسم الجدول، set الحقل، قيمة الحقل، ثم where، ثم اكتب الشرط مثلا where id يساوي بين مزدوجتين بيكا 2. ما الذي سيحدث الآن؟ سيتم تحديث العنصر الذي له الرقم بيكا 2. نقفل على بركة الله ونشاهد. نذهب إلى جدول الكتب، هذا هو بيكا 2. بعد التحديث تلاحظ أن قيمته تغيرت من 543 إلى 100. لاحظوا إخواني، هذا هو دور الشرط في أمر التحديث. نفس الأمر update table set fields يساوي value where condition، نفس هذا الأمر سنستعمله مع SQL command من أجل إجراء تعديلات على بيانات الجدول من خلال برنامج منشأ بلغة سي شارب. إذن على بركة الله ننتقل إلى Visual Studio. هذه هي النافذة، كما قلنا في الأول سيدخل المستخدم رقم الكتاب، يعني هذه بمثابة نافذة البحث، يكتب رقم الكتاب ثم يضغط على شاو لتظهر بيانات الكتاب هنا، يغير ما يشاء ثم يختار update. ننتقل إلى نافذة الكود. كالعادة نقوم بجلب مجال الأسماء system.data.sqlclient. أيضا نقوم بالإعلان عن كائن من SQL connection لتعريف الاتصال، السيرفر وقاعدة البيانات وطريقة الولوج. نحتاج إلى SQL command من أجل تنفيذ الأوامر، وData Reader من أجل قراءة البيانات القادمة. يعني CMD سيعمل select، والDR الData Reader سيقوم بقراءة البيانات كما رأينا في حصة SQL command والداتا ريدر. على بركة الله ندخل إلى الزر شو الذي عند الضغط عليه سيقوم بتعبئة هذه البيانات بالقيم الموافقة للحقل الذي رقمه يساوي هذا الرقم. نضغط شو، نكتب cmd يساوي new sql command، ثم هنا بين مزدوجتين استعلام البحث، ثم هنا الكونكشن cn. نأتي ونكتب استلام البحث، عندنا هو select كما رأينا select،
سنجلب تايتل والأذر وعدد الصفحات ثم publish date. نعم يعني أحذر إخواني من الخطأ في كتابة حق المعين، يعني يلزم كتابة الأسماء كما هي من دون زيادة أو نقصان. from اسم الجدول عندنا هو books table. لو نفذت الأمر هكذا سيقوم بجلب كل العناصر. لماذا؟ لأنني لم أحدد شرطا. سأحدد شرطا للبحث where id يساوي الid المكتوب في التكست id.text، ثم أغلق المزدوجتين هكذا. هذا هو نص الاستعلام من أجل البحث، يعني يقوم بالبحث في جدول الكتب عن البيانات التي لها الرقم id يساوي الرقم id مكتوب في التكست id.text. بعد أن يقوم بجلب هذا الاستعلام سوف نقوم بقراءته بواسطة داتا ريدر. قبل ذلك نفتح الكونكشن ثم نكتب داتا ريدر يساوي كوموند دوت اكزكيوت ريدر لتنفيذها من أجل القراءة، ثم نقوم بعملية القراءة dr dot read. طبعا لن نحتاج إلى عملية تكرار لأننا سوف نقرأ عنصرا وحيدا، لأن لدينا الشرط الآن. سنقرأ عنصرا وحيدا ثم نأتي إلى هنا ونكتب text title من أجل إظهار قيمة التايتل دوت تكست يساوي dr. إما نكتب صفر أو نكتب اسم الحقل، تفادي للوقوع في أخطاء نكتب اسم الحقل دوت تايتل تو سترينج دوت تو سترينج. نقوم بنسخ هذا السطر، نعمل له كوبي ثم نأتي ونعمل له باست باست باست، ثم نظهر في تكست اوذر قيمة الحقل اوذر. نفس الشيء في text number نظهر قيمة page number، ثم في الأخير dot p يعني هذه dot time picker اسمها dot p، سنقوم بإظهار قيمة التاريخ تاريخ النشر فيها يعني date p dot text one dot text يساوي publish date هكذا. يعني سيقوم بقراءة البيانات هنا title صحيحة order صحيحة pages number number ولا mbr page number، يعني هنا كنت كتبته خطأ number. أيضا في الاستعلام ينبغي أن تكون page number. أنا وجب الانتباه إلى هذه المسائل إخواني وأخواتي حتى لا نقع في أخطاء. نقوم بالاستعلام، نفتح الكونكشن، نربط داتا ريدر ليقوم بتنفيذ الكوموند، ثم نقوم بعملية القراءة عفوا، ونظهر القيم المقروءة في خانة النصوص text title و text order و text mbr و dot time picker. نقوم بإغلاق القارئ dr.close، نقوم بإغلاق الكونكشن close. يعني إذا شئنا تفادي لوقوع أخطاء نضيف الأمر try catch ثم catch بين قوسين exception نسميها x مثلا، وهنا نظهر رسالة في حال وقوع خطأ وليكن message box dot show. نظهر مثلا أي رسالة x dot message فاصلة نوع اسم الرسالة error، الزر المرفق بالرسالة OK، نوع الرسالة error هكذا. ثم نأتي ونضيف الأمر finally لكي ننفذ هذين الكودين في جميع الأحوال، إغلاق القارئ وإغلاق الكونكشن. يعني سواء كان الكود سليما أم حدث فيه خطأ سيتم تنفيذ الأمر finally. الآن نقوم بالتنفيذ ونشاهد. نأتي إلى ID book ونقوم بإدخال رقم الكتاب وليكن مثلا بيكا 2 show. جميل جدا، قام بجلب اسم الكتاب، مؤلف الكتاب، عدد صفحات الكتاب. نبحث عن بيكا 1 مثلا، نفس الشيء قام بجلبه وبجلب التاريخ بيكا 3. جميل جدا. لو كتبنا أي رقم غير موجود
ماذا سيحدث؟ invalid attempt to read when no data is present. يعني هذا الخطأ ظهر بسبب x dot message. بإمكاننا أن نكتب رسالة خاصة بنا كما يلي. يعني بدل أن نظهر x dot message نكتب مثلا some errors was occurred. الآن عند البحث عن أي شيء غير موجود ستظهر هذه الرسالة some errors was occurred. بإمكاننا أيضا أن نظهر الرسالة بأن نتيجة البحث لا يوجد نتيجة للبحث مثلا no found data مثلا سيكون أفضل no found data مثلا. لسنا في حاجة الآن إلى الـ X، نقوم بإلغاء هذا الإعلان. هذا فيما يخص عملية البحث. عملية التحديث إن شاء الله سوف نتعرف عليها خلال الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر على أمل إخواني وأخواتي أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. أدعو لكم بالتوفيق والسداد ونلتقي في حصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.